حسبي الله فيها، حسبي الله فيك بنت، بنت وقعت بناتنا كلنا. ايش هالبنت هاي؟ مشان الله ما عندها اخوان؟ ما عندها اخوان؟ لو انا من هبل اليوم ما خيرتني بينها وبين ريال مدريد بالغلط قلت لها انه ريال مدريد، ولا انا بدك كنت اقول لها انه هي من احنا غلطت وقلت لها ريال مدريد. الحمد لله اني غلطت. قال لو بتضربني بلوك هي المفروض انا اللي اضربها بلوك. خلص انسى، انسى اللي فات واللي راح والالم والقراح. اليوم الجمعه انت لازم تكون مبسوط ومفرفش لانه يوم الجمعه احلى يوم في الاسبوع. انبسط لو سمحت. اليوم قرعة دوري ابطال اوروبا، كاس الملك. يخرب بيت الهبل، خل نروح اشوف شو صار فيها. يا رب مش اللي في بالي. كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه في نصف نهائي كاس الملك. برشلونه وبكاس الملك كمان. كاس الملك، انا بتذكر كاس الملك، وفي غيرنا بتذكر كاس الملك. كل مواجهات كاس الملك احنا قضينا عليها. ايوه، والسنه هاي كمان رونالدو راح يحط كمان جول. رونالدو راح، مين يحط لنا جوال؟ وينو جاريث بيل؟ هرب، شد 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 جاريث بيل يدخل منطقه الجزاء وجول. جارث بيل مصاب؟ لا، اذا حتى اذا مش مصاب راح ينصاب. وين ايام جارث بيل؟ ايام لما كان ما يعرف شو هو المستشفى، كيف شكل المستشفى ما بقى يعرفه. راح رونالدو وجارث بيل عاها، مين راح يسجل؟ بنزيما الظاهرة المتألق اللي شفناه في المباريات الماضية شو سوى؟ أول ما شفت القرعة خطر في بالي بنزيما، فشكله بنزيما راح ينفجر في الكامب نو. أنا خلينا أروح الدكان أشتري بزر وأرجع أحضر الكلاسيكوهات تعون كأس الملك اللي طصينا فيهم برشلونة. والله عارف أشتري بنص ليرة ولا بربع ليرة. هلا والله بالزين، هلا والله. اسمع اسمع اسمع، قبل ما تبلش، قبل ما تبلش انت تخوث، انا البنت ضربتها بلوك، الله يرضى عليك، لاني حسيت انها جاي تخرب بناتنا، بس انتهى الكلام. يا زلم يا زلم الطقاعه فيك وفيها، مفكرني جايك عشان هذا الموضوع؟ انا مو جاي عشان البنت، انا جاي عشان موضوع ثاني. لا عاد ليش جاي؟ ايوه حركات، يعمل حالك مش فاهم، مش داري شو القصه، ومش عارف انه راح نلعب ضد بعض كلاسيكو وحركات. المهم هسه كم حبيت تخسروا؟ 4-5. يا زلم روح انقلع يا زلم، فضيلك انا شرد ولسه ما جبت سيرة الست اثنين. يا جبان مش بيدك. لما نستشهد من روح الجنة. خفت يا عمري يا حياتي. انت لسه شفت شيء؟ انت لسه يوم الكلاسيكو راح تخاف كثير لما يجوا فيك الجول التاسع. طب اخرس اخرس اخرس، ولك احنا عنا عنا فينسوس. عنا فينسوس. مين فينسوس هذا؟ ولك فينسوس الظاهر البرازيلية الجوهرة السوداء. رسميا إصابة سيليسن ولن يشارك في الكلاسيكو. والله هذا منك مسخرة اقسم بالله. مالك بتضحك؟ يعني يا أحمر إذا مش سيليسن اشتقد، ما هو هذا أوسخ منها. لا يا زمن. الحمد لله. سبرايز ماذا بك؟ فكرتني مش جاي؟ لا جاي. جاي ولا قهوة؟ الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. رسميا إصابة ليونيل ميسي وشكوك حول مشاركته في كأس الملك الكلاسيكو يعني. الله أكبر. راح ميسي خلاص. لا يا زمن. الله انك غبي اقسم بالله. ترى هيك يعني خلص الامور بينت، يا سبحان الله بنعرف نتيجه المباراه قبل قديش، قبل كم من يوم من المباراه. تخيل يا زلمه بالعقل الشغله، بدون ميسي كم نفوز؟ 5-4-3-3-2-1. الله تشكيله هاي. انت نصرنا الثاني. والله العظيم انه مسكين قال مبسوط انه انصاب ميسي وسيلسن. ان شاء الله بنصاب فالفيردي وبتكون هاي 6 من دون فالفيردي. الله ايش اما العيش هاي، واحد لا عارف ينبسط لا جوا الدار ولا برا. السادس من البديل بواتينج عبر دبل كيك. الله على اخلاقك يا بواتينج. يا زلمه حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
وينه هذا شكله زهق؟ لا ما زهقتش، لانه الصراحه انتوا الطقطق عليكم مسلي عشان اكون معك صريح. هسا اسمع، انا جاي اسالك سؤال، التاريخ بكره قديش؟ 6/2 تاريخ بكره. ارحموا عزيز قوم ذل، السادس من بكيه، السادس. يا زلمة ما بتحسش حق زنخ؟ يا زلمة انت بس طلع على المراية ما بتراجع؟ يا زلمة يا رب ان كانت خسارة تكون 1-0 او 1.5، يعني بالكثير تكون 2 بالكثير. ويا رب اذا احنا نفوز بدنا بس 1-0. انا انسان قنوع، حتى تعادل مش مشكلة، انا موافق تعادل. الطمع مش كويس، طمع مش منيح. يا رب سدد رمينا فهجومنا ابو ابراهيم وفنسوس وفاسكس. فاسكس ما بيعرف غير يصيد العرضات، ابو ابراهيم غني عن التعريف، فنسوس اليوم ولادة الاسطورة فنسوس، اليوم راح تسجل هاتريك. لا ما احنا قلنا بدناش هاتريك، 1-0 فنسوس سجل جول هذا وخلاص، اعتبر من هسه تبلش اطبل لك، بس حط جول وخلينا نفوز. تطبيل من هلا بعد 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 بكره، لان الشهر الجاي اقول لك خلاص. انت كريستيانو رونالدو، اوه ولادة كريستيانو رونالدو جديدة في ريال مدريد، الله على اخلاقك، بامون عليك كل ما بامون عليك. حط لنا جول، اعطيني فريق بنصاب نجمه الاول الاسطورة تاعت النادي وبنبسط. ما في فريق بنبسط، كلهم بيزعلوا تخيل. وبعدين ايش قبل اي مباراة، قبل مباراة مهمة زي الكلاسيكو بنصاب واحنا مبسوطين. ليش؟ لانه احنا كمان الفريق الوحيد اللي بنعرف ايش نتيجتنا مع الفريق الغريم زي ريال مدريد في الكلاسيكو في حال انصاب ميسي. احنا عارفين 5-1 بدون ميسي، 4-0 بدون ميسي، 3-0 بدون ميسي. فسبحان الله ميسي يا اخي بتحسه يعني عشاننا بنصاب، عشاننا. بقول لك قبل الكلاسيكو خلاص خلينا نصاب عشان يفوزوا 5-6-7. يا اخي زهقنا من 4-5-0 بدون ميسي، بما انه ميسي ما بيلعب بدنا نتيجه ثانيه يا اخوان. خلينا ننوع نشكل يا اخي، لساننا انبرى واحنا نحكي نفس الحكي. مثلا يا برشلونه 7-0 بدون ميسي، وين المشكله؟ 7-1 بدون ميسي، 7-2 بدون ميسي، يعني كلمه جديده. ايش جديد؟ كما اتضح امامنا فينسوس ما حب يراوغ ويعمل مراوغات، لا قرر انه يعطي باص. يا سلام على هيك باص، يا سلام يا فينسوس، يا سلام يا فينسوس، الله اكبر. الله اول 6 دقائق، لا 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 و ده لا فينسوس. بعدين لمين؟ لبنزيما، وبنزيما يصنع لفاسكيز، وفاسكيز ما حطه في العارضه يحطه في الجول. لا 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 تتمزق دقيقه، بي ال جي هجومنا السفاح، بي ال جي فلج، لا بدنا اسم ثاني جديد، بلج هجومنا الجبل، جي جونيور بنزيما لوكاس جبل، جبل احنا زلم الجد جبل عالي نهدو هد جبل، والله يعني احسن من بي بي سي. طب انا عندي فكره، هسه احنا في 6-2 تمام، بس من دون ميسي. لا هي يعني موجود ميسي، بس احنا بدنا اياها بدون ميسي، يعني 6-2 بوجود ميسي، هسه احنا بدنا اياها 6-2 بدون ميسي. وسبحان الله يا محاسن الصدف تاريخ اليوم 6-2. يلا يا شباب مين اللي بده يحط الجول الاول؟ سواريز، كوتينيو، مالكوم، يلا طولوش علينا بالله عليكم، جول على السريع هيك على يا ربي. انا مش زعلان على الجول، انا زعلان انه راح تخلص 5-1. طب ما احنا قلنا بدنا تغيير يا اخوان، 5-1 بدون ميسي والله بدنا تغيير. الجبل، الثلاثي الجبلي فينسوس دقيقة، الله يرضى عليك، البي بي سي اللي كان مخرب عليهم انه رونالدو بقى اناني وجارث بيل بقى ينصاب وبنزيما حمار، اصلا مش منيح هذا المنظومة اللي كانوا بي بي سي مش منيحة، فلا تخرب المنظومة. مستحيل يا اخي، برشلونة صامت 17 دقيقة قدام المنظومة الجبلية ولا بعدك، ولا كان اكبر منك، انا اكبر منك، عمرك 19 سنة فتوكلش راسي، بتخربش المنظومة الله يرضى عليك. سواريز يا مدفع يا قنبلة يا مطرقة، حط اي شيء. هذا شو جابه يلعب اساسي؟ هذا مش هذا مصاب؟ مش هذا المفروض يبيعوه؟ دخلونا هذاك ابو البلايل، مشان الله دخلونا ابو البلايل. الجمهور قاعد بقول ميسي ميسي، مالكم اثبت نفسه انه بحط جول. ايوه اثبت نفسك يا ابن البرازيليه واكسر عين فالفيردي. هاي ميسي محمي عشان يدخل، اكلنا هوا. دافعوا يا شباب دافعوا، خلص تعادل منيح،
انا راضي في التعادل في ملعبهم لانه راح يجوا عندنا. بزبط نلعب على ملعب اتلتيكو مدريد. A few moments later. كلاسيكو وتعادل، ما بحب الكلاسيكو وتعادل يا اخي، نخسر او نفوز بس هذا هو الكلاسيكو. خلينا اكتب شويه منشورات تمدح في بنزيما، ولا انسى بلا مدح بلا هم، بلاش يضحكوا علينا. انا بقول اروح انام احسن.